أنا طبعا العظيم والأستاذ اللي أسعدنا بعملة نادرة مدحت العدل، وسعيدة بالمداخلة، وكان نفسي يكون وجودك كمان هنا يا مدحت معانا. برحب بيك وبقول لك ألف مبروك يا مدحت. أشكرك طبعا يا ست الكل يا جميلة يا صديقة العمر. ويعني ألف مبروك على المسلسل الجميل بصي ميرسي جدا، ودايما معانا ودعمانا، والجزء حتى من يعني بنحس ان انت ده مش شغلنا لوحدنا، ده شغلنا وشغل. يعني بجد مسلسل صعب ومسلسل تقيل، وأرهقت ماندو وأرهقت جمال سليمان وأرهقت كل ونيلي وكل المجموعة اللي اشتغلت في العمل، وعلى رأسهم جمال العدل اللي أرهقته إنتاجيا جدا بكتابتك، إنك اخترت حاجات يعني صعبة التنفيذ محتاجة فلوس كتير. أشكرك يا بوسي، ربنا يخليك ليا يا حبيبتي، وأنا عارف إن معاك الأستاذ جمال سليمان. أيوه، وهو الحقيقة يعني مش عايز أقول لك يعني إنسان بيلهم اللي بيكتب. يعني اللي بيكتب لما بيبقى معاه ممثل بحجم الأستاذ جمال سليمان هو نفسه ملهم للكاتب، بيطلع أحسن ما عنده. يعني أنا عرفت إن مدحت العدل كان مصر إن جمال سليمان هو اللي يعمل الدور ده قبل ما تبتدي تكتب، وقبل لأن أولاً الشخصية لها مواصفات على مستوى الروح وعلى مستوى الصوت وعلى مستوى الجسد وعلى مستوى التشخيص. أنت مش أي حد تلاقي فيه كل هذه المواصفات عشان تأدي هذا الدور المهيب اللي هو بيوازي لوحده ناجح كامل وكل ما فيه. فانت مش اي حد يقدر يعمل الدور ده، لازم تبقى عنده هذه المواصفات، ولازم يبقى حد فاهم ابعاد الشخصيه جدا، لان الشخصيه مش شخصيه تقليديه اللي هو مجرد واحد قوي وخلاص. لا، ده انسان يحمل جواه كميه متناقضات، فما كانش الممثل عدويل بالمعنى المعروف، وراجل فاهم يعني ايه دراما وفاهم يعني ايه سايكولوجي وفاهم مش عارف يأديها. صح. فالحقيقة مفيش أفضل من الأستاذ جمال سليمان يعمل الشخصية أحلى ما أنا كمان كنت نفسي إنها تتعمل. يعني اداك كام في المية من عبد الجبار؟ جدا جدا جدا، وممكن الممثل ياخدها في سكة إنه يقعد يزعق وخلاص. لكن الإنسان اللي يقدر يعبر عن هذه المتناقضات بهذا الجمال لدرجة إن رغم ديكتاتوريته في ناس كتيرة جدا بتحبه. فدي حالة تشخيص شخصية بالصعوبة دي مش أي حد يعرف يعملها. اداك كام في المية من عبد الجبار اللي انت كتبته على الورق؟ 110. 110 ده والله انا بقول. شكرا يا دكتور، شكرا، ربنا يخليك. انا على فكره في الفن لا اجامل، انا عارفه، ولا اقول كلام مرسل، لانه في الاول وفي الاخر عملي اللي هو كلنا تعبنا فيه، فانا لازم اقول الحق في كل حاجه. وفعلا يعني انا ما اقدرش اشوف حد غير عبد الجبار ده غير جمال سليمان، والقط والفار بينه وبين نادرة القادرة كان على أعلى مستوى، لأن هما الاتنين بصراحة أساس التمثيل، والممثل لما بيلاقي حد قدامه شاطر قوي هما بياخدوا من بعض فبيخلقوا حالة. فأنت مش عارفة تتعاطفي، يعني أنت حباه رغم أنه هو مفتري على نادرة، ونادرة أنت حباه رغم اللي بتعمله في عبد الجبار. فهي مباراة تمثيل الحقيقة رائعة جدا، رائعة. احنا المستفيدين بجد، يعني مندو العدل بجد كان مندو عالمي، وكان عامل شغل بجد صعب وشغل جميل، وورقك الجميل. أنا اعتقد ان مندو مخرج كبير وعمل حاجات حلوة، وعمل لنا 3 مسلسلات قبل كده، بس اعتقد انه في هذا المسلسل وصل لمرحلة من التتويج عالية جدا جدا في كل شيء، حتى في اختياراته لاصغر الادوار اللي هتعمل مشهد واحد. فالحقيقة أنا بحييه من خلال الكابوسي، وبحيي طبعا أستاذ جمال العدل، لأن إنتاج يعني شايف النجاح ده كله مبني بكل ما فيه بكل النجوم دول، فبرضه لازم أحيي الأستاذ جمال العدل. وطبعا جمال صرف كتير بسبب اللي أنت كاتبه والأماكن اللي أنت كاتبها والمجاميع، يعني بجد إحنا بنحيي فعلا جمال العدل، وسعيدة كمان إن أنت 3 أعمال مع جمال سليمان، كل واحد بتشوف جمال فيها من منظور آخر. أنا يعني بكل الرومانسي والاجتماعي والصعيدي. أنا الحد أو الأستاذ جمال سليمان اللي أنا ببقى في منتهى السعادة وأنا داخل أشتغل معاه. وتحب تقول له حاجة بقى؟ أنا حاب أقول شكرا للدكتور مدحت. الممثلين دايما بيبقوا محظوظين لما بيبقى
يعني بين ايديهم ورق كاتبه كاتب بمستوى الدكتور مدحت العدل. انا بستمتع جدا بنصوصه لانه مليانه حياه وحقيقيه وممتعه، وبنفس الوقت يعني حمل رسائل مهمة جدا جدا جدا، وده شيء يعني رائع جدا. يعني انك انت تعملي مسلسل الناس تتابعه وتستمتع به، لكن بنفس الوقت انك انت بتقولي كلام مفيد، انت بتوجهي رسائل، وده شيء عظيم بالفن عموما. يعني اكيد، وهو مدحت في شبه منك ومن نيلي في حاجة، ان انتوا التلاتة عندكوا اخلاص في العمل بتاعك. يعني مدحت لما بيكتب، في ناس بتكتب علشان خاطر ده شغلها، في ناس بتدخل تمثل علشان عايزة فلوس او علشان ده اللي لقيته، لكن مدحت بلاقيه بيبذل مجهود او بيخلص في او ما بيكتبش حاجة الا اذا كان هو مقتنع فعلا بيه. مقتنع فيها ولا، ومش هي في عقله بس، هي في عقله وفي قلبه. عشان كده يعني نصوصه فعلا مميزة.